بسم الله الرحمن الرحيم. وهنكمل يا جماعه السكشن الثاني من الجاب. في السكشن اللي فات من الجاب اتكلمنا على مقدمه، يعني اللي هي اولا اتكلمنا على الايجنت ريليتد بروجرامنج وبيكون مختلف ايه عن الاوبجكت، وهنشوف النهارده بقى. بعد كده اتكلمنا على الاركتكتشر بتاعته، واهتمينا بجزء المين كونتينر والسبيشال ايجنتس اللي موجوده فيه اللي هي دايركتري فاسيليتيتور والايجنت مانجمنت سيستم. بعد كده عملنا ربط للجاد الملفات اللي انا كنت مديها لكم بالنت بيز، وعملنا ران للبروجكت وخلينا الجاد بوت كلاس هو المين كلاس بحيث ان هو يفتح لي الجي اي اللي بعمل من خلالها ايه مانجمنت. والجي اي طبعا بتتفتح عن طريق الار ام اي ايجنت اللي هو ريموت مانجمنت ايجنت. في الاسبوع ده هنتكلم بقى على ايه؟ احنا ممكن نعمل ايجنت ازاي؟ ممكن نضيف بيهيفير للايجنت؟ ازاي احنا نبعت مسج مثلا من ايجنت لايجنت تاني؟ نشوف بقى الايدنتفايرز اللي موجوده في الايجنت دي. الايجنت اكيد بيكون له ايدنتفاير، ممكن يكون لوكال على البلاتفورم اللي موجود فيه، او بيكون جلوبال على النتورك كلها اللي بيكون موجود فيه. ممكن بعد ما احنا نعمل ايجنت تعمل له ترمينيشن. بعد ما نعمل له ترمينيشن، قبل الترمينيشن بالظبط عايزين نعمل عمليه فيه، نعملها ازاي؟ وبعد كده هناخد الاي سي ال ايجنت كوميونيكيشن لانجوج بتاعه الجاد، ونشوف احنا لو عايزين نبعت مسج من ايجنت لايجنت تاني ايه اللي احنا محتاجينه. يعني محتاج مثلا انت تحدد الريسيفر، محتاج تحدد المحتوى، محتاج تعرف انت بتبعت المسج دي ليه. بعد كده ازاي الايجنت التاني هينتظر بقى ارسال مسجز من ايجنتس تاني، هنعمل البيهيفير ده ازاي. فممكن برضه ناخد مراجعه بسيطه كده على الشغل اللي فات اللي هيخدمنا السكشن ده. يعني ان احنا اول حاجه عملنا بريبير للجافا اي دي اي، وقلنا مثلا اي دي اي احنا ممكن نستخدمه زي النت بيز. استخدمنا النت بيز دلوقتي وعايزين نضيف الجاد الاي دي اي ده، كنا ضفناه ازاي؟ اولا هفتح لك دلوقتي النت بيز. الخطوات تاني بشكل نظري كده، ان احنا اول حاجه بنعمل بروجكت جديد، بعد كده بندخل على البروبيرتس الخاصه بالبروجكت ده، ونعمل اختيار للايبريز نضيف فيها اللايبرري بتاعت الجار اللي هو الجار فايل الخاص بالجار. بعد كده نضيفه في الاخر. طب ضفنا الجار دلوقتي، انا محتاج ان انا استدعي الجار بقى اخليها تشتغل اول ما اعمل ايه؟ اول ما اعمل ران للبروجكت ده. وهنفتحها برضه تاني من على الكومود برومبت برضه. هنشوف الطريقتين دول راجع عليهم كده قبل ما نكمل في ايه؟ الحاجه الجديده. فنعمل نيو بروجكت. هنختار طبعا جافا ابلكيشن، بعد كده ايه؟ نكت. جافا ابلكيشن 4 ماشي. نسمي الابلكيشن بتاعتنا بالاسم الديفولت ده. بعد كده فينيش. طيب عملت الابلكيشن دي. الابلكيشن دي هيكون فيها ايه؟ ديفولت كلاس وفيه مين نسبه. طبعا انا لو عملت مثلا برنت مسج هنا، لو عملت برنت مسج زي دي وعملت ران للفايل، المفروض الفايل ده هو اللي هيشتغل. ويطلع لك دلوقتي ايه؟ هلو. طيب حتى لو انا عملت ران للابلكيشن نفسه، يعني لو انا جيت للابلكيشن ده اللي هو فيه الكلاس اللي احنا شغالين بيه وعملت ليها ران، برضه الكلاس ده هو اللي هيشتغل. فاحنا مش عايزين الكلاس ده هو اللي يشتغل باي ديفولت، لا احنا عايزين الجاد انفايرمنت هي اللي تشتغل. فنشغلها ازاي بقى؟ اول حاجه انا مش متعرف على الجاد، لانه نزلنا تحت كده في اللايبريز مش هنلاقي الجاد موجود. فعشان كده انا كنت بعمل كليك يمين بروبرتس الخاصه بالابلكيشن دي، بعد كده اللايبريز
واضيف لايبراري جديده اللي هي اد جار. ادي هنا المسار رحت له دلوقتي واخترت الجاد دوت جار، بعد كده اوبن، هنعمل بعد كده ايه اوكي. انضاف دلوقتي الجاد بكل الكلاسز وكل السب باكجز اللي موجوده فيه. طيب دلوقتي لو انا جيت عملت برضو رام للابلكيشن ده، الكلاس اللي فيه الميم ميثود هو اللي هيشتغل مش الكلاس الثاني بتاع الجاد. فانا عايز اشغل بقى الجاد، اول ما اعمل رن اروح برضو البروبرتيز ثاني للرن، وهنلاقي ان في الرن الديفولت كلاس هو جافا ابلكيشن 4 اللي موجود في الباكج جافا ابلكيشن 4. طب انا مش محتاج دلوقتي الكلاس ده هو اللي يشتغل، انا عايز كلاس ثاني. تقول لي بقى اسم الكلاس ده، هو موجود في جاد باكج دوت بوت اللي هو اسم الكلاس. طيب ده هيشغل لك، هيعمل لك بوتنج للجاد انفايرمنت، بس احنا عايزين جي او اي يعني نقدر نتحكم فيه في الانفايرمنت دي، فعلشان كده في اوبشن اللي هو جي او اي. بعد كده اوكي. بالشكل ده لو انا جيت اعمل ران بقى الابلكيشن دي، المفروض ان الجاد هو اللي هيشتغل وهيفتح لك بعد كده ايه الجي او اي. ادي الجي او اي اللي موجوده، هتلاقي اول حاجه في عندك اكتر من بلاتفورم، مفيش الا بلاتفورم واحد بس موجود هو اللوكال هوست بتاعه. اللوكال هوست ده هيكون فيه اكتر من كونتينر، غير دلوقتي برضه مفيش الا ايه كونتينر واحد. طيب الكونتينر دي فيها اثنين كلاس او اثنين ايجنت اللي احنا كنا متعودين عليهم قبل كده، اللي هي الاي ام اس والدي اف. طيب بالنسبه بقى للار ام اي، الار ام اي ده الايجنت اللي مسؤول عن فتح الجي او اي ده. حتى لو انت جيت فوق كده هتقول لك ايه، انت مشغل لي دلوقتي الار ام اي ات الاي دي الخاص بالكونتينر او الخاص بالبلاتفورم. طيب لو انا جيت مثلا في الايجنت ده ورحنا في الاكشنز وعملت ايه كيل، هنلاقي ان الجاد ما زال شغال بس الجي او اي بس هو ايه اللي اتقفل. ماشي؟ طيب فنعمل دلوقتي ستوب للرن. طب هنقولها تاني هنقول الجزء ده بس ايه بشكل مختلف. يعني انا دلوقتي لو كنت في الكوماند رن وعايز دلوقتي اعمل رن ايه للجاد، فاعمله رن ازاي؟ اول حاجه انت بتروح للمسار اللي الجاد موجود فيه. طب انا دلوقتي عامل مثلا نسخه من الجاد دي موجوده على الديسك توب اللي هي ايه الجاد وجاد، فممكن اقول لك سي دي بعد كده ايه ديسك توب اللي هي تشينج دايركتوري للديسك توب، وقفت دلوقتي عليه. حتى ممكن اعمل ايه دي اي ار كوماند هيطلع لك الجاد والجار موجود هنا. طيب عايز بقى اشغل الجاد من الكوماند برومبت، اعملها ازاي؟ اكتب الكوماند بتاع الجار، بعد كده اقول له كلاس باس اللي احنا عايزين نشتغل عليه هيكون هو على الديسك توب اصلا، فاقول له ايه جار جاد دوت جار. طيب بعد كده احنا عايزين نشغل كلاس معين موجود فيه اللي هو الجاد دوت بوت، وعايزين اوبشن فيه اللي هو ايه الجي او اي، شغال الجي او اي بتاعه. بعد كده نعمل انتر اهو هيشتغل دلوقتي. نخلي بالنا بقى لو انا قفلت الجي او اي دلوقتي لسه شغال برضه، ممكن اعمل كنترول سي دلوقتي هيتقفل. لو انا عملت ران وعايز اقفله خالص ممكن اجي من هنا من الجي او اي من فايل بعد كده شوت داون ايجنت بلاتفورم يس. لو انا جيت دلوقتي شغلته هنا وقفلت الجي او اي ورحت في الجافا ابلكيشن 4 دي وعملت لها ايه؟ ران، هتلاقي طلع لك ايرور في الاخر. الايرور ده معناه ايه؟ ان الجاد اصلا شغال قبل كده. لو انت قفلته بقى من هنا كنترول سي مثلا ورحت هناك تعمل ران هيشتغل معاك عادي. عايزين نقفله، ممكن اقفله دلوقتي بالستوب او شت داون ايجنت بلاتفورم يس. طيب احنا عايزين دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نعمل ران للحاجات دي بس من جافا كود، يعني انا اكتب كود في الميم ميثود والميم ميثود بتاعته بتعمل ايه؟ لود للجاد. فاحنا هنعملها ازاي؟ هنعمل دلوقتي ابلكيشن
جيت ابلكيشن، هيكون في باكج اسمها جيت ابلكيشن برضو، وكلاس اسمه ايه؟ نيو كلاس. النيو كلاس ده اللي من خلاله هعمل استدعاء للمين كونتينر بتاعت الجيت. طب انا هستدعيها ازاي بقى؟ هنعمل دلوقتي ران للمين كونتينر يعني عن طريق الجافا كود ازاي؟ اول حاجه انا عملت لك دلوقتي كلاس، كلاس عادي او اسمه ايه؟ نيو كلاس، ممكن تسميه باي اسم يعني، مش لازم يكون الاسم ده. بعد كده عملت لك فيه المين ميثود، المين ميثود دي عملت جواها اوبجكت من الكلاس اللي هو نيو كلاس، واستدعيت بها الميثود اسمها تيست، عامل فيها كل الشغل اللي بيعمل استدعاء لايه؟ للجاد. في الميثود تيست دي عملت اول حاجه انستانس من الران تايم انفايرمنت اللي احنا عايزين نشغله، ران تايم خاصه بالجاد عشان تعمل لك ايه؟ استدعاء للانفايرمنت دي. بعد كده الانفايرمنت احنا ممكن نعمل بيها بروفايلنج، في بعض البروبيرتس اللي موجوده اللي احنا ممكن نغيرها يعني. البروبيرتس دي تكون عباره عن كيو فاليو، كيو فاليو انت بتخزنه في ملف قبل كده وتعمل استدعاء ليهم هنا. انا دلوقتي عملت لك ايه؟ بروفايل امبلمنت كلاس، ده بيكون كلاس بيرجع لك الديفولت ايه؟ انفايرمنت. طيب بعد كده عايز اعمل لك بقى ايه؟ كونتينر. الكونتينر ده اعمله ازاي؟ والله رحت على الانفايرمنت دي وقلت لك كرييت المين كونتينر. احنا عندنا ممكن نعمل كرييت المين كونتينر وممكن نعمل كرييت لاي كونتينر تاني، بس دلوقتي نعمل كرييت للمين كونتينر في البدايه. طب المين كونتينر دي هنعمل لها بروفايلنج عن طريق الديفولت بروفايل. بعد كده هيرجع لك كونتينر كنترولر. الكنترولر ده اللي هتستخدمه بعد كده عشان تضيف ايجنت جوه المين كونتينر. طيب رجعته في فاريبل اسمه ايه؟ كونتينر واحد. طب كونتينر واحد ده انا عايز اضيف دلوقتي فيه ايجنت، فنضيفه ازاي؟ قلت ايجنت كنترولر زي برضه اللي كانت موجوده في الكونتينر كنترولر برضه عشان تقدر تتحكم في الايجنت ده بعد كده. قلت لك كونتينر واحد دوت كرييت نيو ايجنت. طب الايجنت اللي انت عايز تعمله بقى هيكون اسمه ايه؟ ادي الاسم بتاعه، هو موجود فين؟ هيكون موجود في المكان ده الباكج ديت يعني. وبعد كده ممكن يكون في مجموعه من ارجيومنتس انت بتديها له، مش محتاجين ندي له ارجيومنتس دلوقتي. بعد كده الايجنت ده دوت ستارت، هنعمل ستارت للايجنت. وطبعا الحاجه دي بنحطها ما بين تراي وكاتش عشان لو حصل ايه؟ ايرور في الايجنت ده. وهتعمل ران للكلاس. دلوقتي بقى احنا هنعمل ران للفايل ده، ران فايل، مش هنعمل ران للبروجكت. لما نيجي نعمل ران للفايل هنلاقي الانفايرمنت اشتغلت وعمال اللود فعلا للايجنت اللي اسمه ايه؟ ار ام اي. ماشي؟ اهو شغاله دلوقتي. الحاجه دي طبعا دوكيومنتد برضه في الملف ايه؟ اللي هتلاقوه على السلايد شير وممكن برضه تديته لزمايلكم. ماشي؟ طيب. طبعا اتكلمنا على المين كلاس بروبرتس اللي موجوده في الابلكيشن، احنا ممكن نعمل ران ليه من غير ما نكتب الكود ده. هنروح دلوقتي للبروبرتس الخاصه بالبروجكت في الران، نكتب جاد بوت ده اسم كلاس يعني اسم المين كلاس، والارجيومنتس بتاعتها هتكون ايه؟ جي او ار، ونعمل ران على طول. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ لود للجاد انفايرمنت. انا عايز اضيف فيها بقى ايه؟ ايجنت. عايزين نضيف فيها ايجنت. طب الايجنت نضيفه ازاي بقى؟ اول حاجه هنعمل دلوقتي مثلا كلاس جديد نيو جافا كلاس. الكلاس ده مثلا اقول له ايه؟ اسمه ماي ايجنت واحد. بعد كده فينش. عملت دلوقتي ايه؟ الايجنت. عملت كلاس، كلاس فاضي لسه ما خليتوش ايه؟ ايجنت. طيب علشان نخلي الكلاس ده يعبر عن ايجنت يعني، فبنعمل اكستند للايجنت. الايجنت ده بيكون ايه بقى؟ ده بيكون كلاس جوه الجاد دوت كور باكج دوت بعد كده ايه؟ ايجنت. طيب انت دلوقتي عملت ايجنت بالشكل ده، انت عملت ايجنت، بس الايجنت فيه كل حاجه ديفولت، كل حاجه بتكون فيه ديفولت. طيب مقارنه بالاندرويد
في الاندرويد مثلا لو انت بتعمل اكتيفيتي جديد، الاكتيفيتي دي ايه اول حاجه بيحصل لها كود جواها؟ الاو كرييت. هنا بقى في الايجنت برضه اول ما انت تعمل ايجنت جديد اول حاجه بتتنادى فيه ميثود اسمها سيت اب. السيت اب ميثود دي انت ممكن تعمل ليها ايه؟ اوفر رايد. يعني لو دخلنا دلوقتي جوه الايجنت كلاس هنلاقي ان في ميثود اسمها ايه؟ سيت اب. ادي هنا السيت اب. السيت اب طبعا هيكون ليها الهيدر ده اللي هي بروتكتد وفويد، ما بتاخدش اي ارجيومنت، ما بتعملش طبعا ما بتعملش ريتيرن لاي حاجه هي فويد. فاحنا عايزين بقى نعمل اوفر رايد للميثود دي جوه ايه؟ الماي ايجنت ده. طيب نروح دلوقتي الماي ايجنت ونقول بروتكتد void setup. بعد كده جوه السيت اب مش هي اول حاجه بيحصل لها كول، يعني المفروض ان هي تكون مسؤوله عن اي انيشاليزيشن بيتم من الايجنت. هنعمل دلوقتي بس تيست تيست ستيتمنت كده نعرف ان الايجنت ده شغال فيه. سيستم اوت دوت برنت لاين. بعد كده نعمل ايه؟ فيرست ايجنت مثلا. طيب طبعا لو انا جيت دلوقتي اعمل ران للفايل ده هقول غلطه لان الفايل ده ما فيهوش مين كلاس. طيب انا عايز بقى اعمل ايه؟ اد للايجنت ده. طب نضيفه ازاي؟ اول حاجه انا عايز اعمل ران للجاد، فنعملها ران ازاي؟ نتاكد تاني ان الابلكيشن دي الران بتاعها او الديفولت مين كلاس بيكون الجاد دوت بوت والاوبشن بتاعها جي يو ار. طيب بعد كده هنعمل ران للابلكيشن دي. طب هي هتحصل لها ران ولا هي كانت راننج قبل كده؟ وهي كانت شغاله قبل كده. فاحنا نعمل برضو ايه؟ اللي هي اف 6. اف 6 بتعمل ران للبروجكت. طيب عملنا ران للجد دلوقتي. لو احنا دخلنا جواه مش هنلاقي الايجنت الجديد برضه انضاف. انت عملته بس وخلاص، انما انت لسه ما ضفتوش. طب نضيفه ازاي؟ هاجي اعمل لك دلوقتي هنا الستارت نيو ايجنت، او ممكن برضه من الدروب داون منيو دي ستارت نيو ايجنت. لما يقول لك ستارت نيو ايجنت يقول لك انت ما اخترتش ولا الايجنت بلاتفورم ولا الكونتينر اللي انت هتخلي فيه الايجنت الجديد اللي انت هتضيفه. انت لما تضيف ايجنت الايجنت ده لازم يكون موجود في كونتينر. ماشي؟ فانت اي كونتينر بقى هتخليه ينضاف فيها؟ احنا هنا ما عندناش الا كونتينر واحد بس، لو عندنا اكتر من كونتينر بنختار الكونتينر اللي احنا عايزينه، ما عندناش الا مين كونتينر هو ده اللي هنختاره. بعد كده ستارت نيو ايجنت. الايجنت ده بقى هيكون لي ايجنت نيم. ده اللوكال اي دي اللي احنا هنستخدمه ليه. طيب الايجنت ده ممكن اسميه مثلا اسم ايه؟ مثلا فيرست ايجنت. بعد كده الكلاس نيم بقى، الكلاس اللي عامل لك امبلمنتيشن للايجنت ده. هنروح دلوقتي للليست اوف كلاسز اللي موجوده وهنختار فيها بقى ايه؟ ماي ايجنت واحد، لان ماي ايجنت واحد ده هو كلاس ايه؟ اللي انا شغال بيه. بعد كده اوكي. نضيف دلوقتي الايجنت اللي هو اسمه ايه؟ فيرست ايجنت ات البلاتفورم اي دي. بعد كده طلع لي في الاخر ايه؟ الفيرست ايجنت. طلع لك الفيرست ايجنت اللي انت حطيتها فين؟ في السيت اب ميثود. ماشي؟ لو رنيت الكود ده لا مش هيطلع فيرست ايجنت. ما هو احنا دلوقتي حاجه متعبه برضه. احنا مش هنقدر نعمل ران للحاجه دي عشان اخليها ايه؟ تنضاف جوه الانفايرمنت. لا ده المفروض ان انا برضه اروح ايه؟ نعملها تاني. نعمل شوت داون. بعد كده ران للابلكيشن دي اف 6. بعد كده لو قلت لك ستارت نيو ايجنت طبعا هيقول لك انت مش مختار الكونتينر.
تفتح دي تختار دلوقتي البلاتفورم. البلاتفورم لوحده مش كافي يعني، لازم تختار ايه الكونتينر اللي موجود جواه. اختار دلوقتي كونتينر وضيفنا ايه الايجنت. الايجنت نيم مثلا خليه ايه تي، بعد كده الكلاس اللي موجود فيه هو ماي ايجنت واحد. بعد كده اوكي نضاف لي دلوقتي الايجنت اللي هو ايه فيرست ايجنت. لو انا فتحت المين كونتينر هلاقي ان التي ده انضاف، الايجنت اسمه تي يعني ايه انضاف. انا برضو ممكن اضيف لك ايجنت كمان بس لازم برضو اختار لك ايه المين كونتينر، مثلا هنا تي 2 والكلاس اللي عامل له امبلمنت هو ماي ايجنت واحد. بعد كده ايه اوكي نضاف لي برضو الايجنت الثاني، يبقى انا عندي اثنين ايجنتس اللي هو تي وتي 2، الاثنين دول انضاف. وكل ما واحد بينضاف بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك كول للسيت اب ميثود. تمام كده؟ انا ممكن دلوقتي اعمل لك كل الايجنت ده، ممكن اعمل لك برضو كل الايجنت الثاني. تمام كده؟ طيب يبقى كل مره انت عايز مثلا تضيف فيها ايجنت، لو انت بتقعد تجرب يعني هتقعد بقى تفتح لي الجي اي وتعمل الخطوات دي. احنا ممكن بقى نختصر الوقت ده باني اعمل كول لكوماند داخل السي ام دي على طول. طيب فكان اول حاجه عندي الكوماند اللي انا هستخدمه علشان اعمل ران لايه؟ للجاد. اعمل ران للجاد دوت كوم. خلاص. طيب في عندنا كوماند تاني برضو انا ممكن من خلاله اعمل ران للجاد واعمل فيها كرييت لايجنت جديد. اول حاجه الجافا والسي بي اوبشن احنا عارفينه. بعد كده المسار الاولاني ده بيوصلك بعد كده للجاد دوت جار. بعد كده المسار الثاني بيوديك بقى للمسار اللي فيه كلاسز اللي انت تختار واحد منهم اللي هي في النيت بينز. هندخل دلوقتي على النيت بينز بروجكت، نختار البروجكت اللي احنا فيه بيلد كلاسز، يجيب الكلاسز باز دي. بعد كده في الاخر بقى بعد ما انت عملت لود لكل المسارات اللي انت هتشتغل عليها، قلت انت عايز تشغل في البدايه الجاد دوت بوت بالاوبشن اللي هو ايه جي او ار. بعد كده عايز تعمل لي ايجنت جديد. طيب الايجنت ده هيكون موجود في الكلاس اللي هو ايه فيرست ايجنت. الفيرست ايجنت دي موجوده في الباكج اسمها ايه جافا ابلكيشن. والايجنت في الاخر هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه تيست. وطبعا بتحط لي اسم الايجنت، بعد كده كولون، بعد كده اسم الباكج دوت اسم كلاس. ماشي؟ ده علشان تعمل ايه؟ كرييت ايجنت. احنا ممكن بقى نشوف مثلا ال الفيرست كلاس مش عايزين نستخدمه احنا، احنا عايزين نستخدم كلاس اللي اسمه ماي ايجنت واحد. بعد كده اخد كوبي من المسار ده، بعد كده في الكوماند برومبت اعمل بيست ليه، فيعمل لك دلوقتي كرييت للايجنت ويطلع لك المسج اللي بتطلع فين في السيتو. لو احنا دخلنا برضه جوه المين كونتينر لان ده ديفولت كونتينر بتاعي، هنلاقي ان جواه التست ايجنت. تمام كده؟ الايجنت ايدنتيفايرز، كل ايجنت هيكون لي اثنين ايدنتيفايرز. اول حاجه هو اللوكال ايجنت ايدنتيفاير. اللوكال ايجنت ايدنتيفاير ده بنرمز له يعني الاي اي دي اللي هو الايجنت اي دي. ده بيكون الايدنتيفاير للايجنت داخل البلاتفورم اللي هو موجود فيه. طيب او ممكن نسميه برضه اللوكال نيم. انما بقى لو كان عندك اكتر من بلاتفورم وعايز تميز الايجنتس الموجوده فيهم، فانت بتستخدم الجلوبال ايدنتيفاير. الجلوبال يونيك ايدنتيفاير اللي هو اسمه او اختصاره يعني جي يو اي دي. طيب الفرق ما بين الايجنت ايدنتيفاير والجلوبال يونيك ايدنتيفاير هو فقط لو انت عندك اليونيك ايدنتيفاير تيست هتجمع لي الاي دي بتاعت ايجنت مع الاي دي بتاع البلاتفورم، هما الاثنين هيطلعوا لك في الاخر الجلوبال يونيك ايدنتيفاير الخاص بالايجنت. طيب انا عايز دلوقتي ارجع لك الاي اي دي والجي او اي دي. نرجعهم ازاي؟ عندك كلاس اسمه ايه؟ اي اي دي. ده هو الايجنت اي دي، ده اللي ممكن من خلاله يرجع لك اللوكال نيم والجلوبال نيم. فنعملها ازاي؟ عن طريق الجيت اي اي دي اللي هو جيت ايجنت اي دي، بيكون فيها
ميثود برضو اسمها ايه؟ جيت لوكال نيم. هو الجيت اي اي دي هترجع لك الاي اي دي كاوبجكت، يعني الاوبجكت ده هيكون جواه ايه؟ اللوكال نيم. ميثود اسمها جيت لوكال نيم. طب الجيت لوكال نيم دي هترجع لك اللوكال نيم بتاعت الايجنت، وفي نفس الوقت انت عندك الجيت نيم هترجع لك الجلوبال نيم بتاعت الايجنت ده. فاحنا ممكن برضو جوه الكلاس هنعمل ايه؟ برنت للحاجه دي، ماشي مفيش مشكله. بعد كده نعمل برنت بعد كده الايه؟ اللوكال نيم. بعد كده بلس اللي هو جيت اي اي دي دوت جيت لوكال نيم، اللي هي جيت لوكال نيم. ممكن اخد كوبي برضو من السطر ده، وبعد ما اقول لك او بدل ما اقول لك لوكال نيم اخليها ايه؟ جلوبال نيم. اقول لك برضو هات لي اي دي انستنس. بعد كده بدل ما بتقول جيت لوكال نيم، لا هات النيم بس، ونكون عارفين بقى ان النيم بتاع الايجنت ده بيرمز للجلوبال نيم. انما لما تقول اللوكال نيم، لا ده اللوكال نيم بقى اللي موجود داخل البلاتفورم دي بس. طيب عايز اعمل برضو ران، فنروح اولا نقفل الجاد اللي كان مفتوح قبل كده، بعد كده نعمل استدعاء لنفس الكوماند ده مره ثانيه. فيطلع لك دلوقتي اللوكال نيم بتاع الايجنت اللي هو تيست اللي احنا دخلناه، يعني عن طريق ايه؟ الكوماند اللي احنا لسه كاتبينه فوق، والجلوبال نيم بتاع اللي هو تيست ات لوكال هوست. وفي نفس الوقت انت ممكن تحول لي ايه؟ ممكن تحول لي السترنج يعني لاوبجكت بعد كده. لو انت عندك مثلا ايجنت انت عارف الاسم بتاعه تيست وعايز تبعت له مسج، المسج دي مش هتنبعت عن طريق السترنج، لازم تحوله ايه؟ لاي اي دي اوبجكت. لاي اي دي اوبجكت تحوله ازاي؟ هتقول لي دلوقتي احد الطرق يعني انك بتعمل لي اوبجكت جديد من الكلاس الاي اي دي وتدي له التيست او اسم يعني الايجنت، وبعد كده تقول له بقى الاسم ده يعتبر لوكال نيم ولا جلوبال نيم. فلو قلت له اي اي دي دوت از لوكال نيم هيعرف ان ده لوكال نيم. لو قلت له مثلا اي اي دي دوت از جي او اي دي هيعرف ان ده بيكون جلوبال يونيك ايدنتيفاي. احنا عملنا دلوقتي ايه؟ ربط للجاد بالنت بيز، وبعد كده عملنا رن للجاد وعملنا ايجنت وضفنا الايجنت ده جواه. وقلنا اول ما بنعمل رن لاي ايجنت اول مثل بيحصل لها كل هي السيتر، مسؤول ان هي تعمل ايه؟ انيشاليزيشن للايجنت. طيب بعد كده المفروض ان في ميثود ثانيه برضه بيحصل لها كول اول ما الايجنت يحصل له ايه؟ ترمينيشن. اول ما تتعمل كل الايجنت ده الميثود دي بيحصل لها كول، زي الميثود اللي موجوده اسمها ايه؟ في الاندرويد اللي هي اون ديستروي، صح؟ فانت اول برضه ما الايجنت بيحصل او الاكتيفيتي بيحصل لها كل هناك يعني الاون ديستروي بيحصل لها ايه؟ كول. هنا انت اول برضه ما بتعمل كل للايجنت في ميثود اسمها تيك داون بيحصل لها كول. طيب الميثود دي برضه هتكون موجوده زي السيت اب اللي كانت موجوده في الايجنت كلاس، فاحنا ممكن نعمل لها برضه ايه؟ اوفر رايد. برضه بروتكتد فويد تيك داون. طبعا هيطلع لك دلوقتي ايه؟ هنت كده ان الميثود دي محتاجين ان احنا نعمل لها اوفر رايد. نفس برضو الحاجه اللي هتكون ظاهره فوق. طب الاوفر رايد دي اقول مثلا سيستم برضو دوت اوت دوت برنت ايه؟ لايف. مثلا هنا ايجنت كيلر. طيب هنيجي دلوقتي نعمل ايه برضو؟ نعمل ران للانفايرمنت دي. ادي الكوماند اللي كان موجود معانا قبل كده، بعمل فيه كرييت او بعمل فيه ران للجاد بوت عن طريق جي اي، واعمل ايجنت جديد اسمه تيست اللي هو موجود في الكلاس اللي اسمه ايه؟ ايجنت واحد. طيب طلع لك دلوقتي ان هو ايه؟
في الجمله اللي كانت موجوده في الكرييت اللي هي فيرست ايجنت بعد كده لوكال نيم بعد كده جلوبال نيم. ولو احنا دخلنا في الجي او اي هنلاقي الايجنت ده موجود. طيب احنا عايزين نشوف بقى لما انا مثلا اعمل له كيل الرساله اللي هتطلع دي هتنطبع ولا لا، يعني مش هتطلع معانا. فهنعمل دلوقتي كيل للايجنت ده كينا، هنلاقي هنا ان الرساله طلعت برضه اسمها ايه؟ ايجنت كيل. يبقى اول ما انا عملت كيل للايجنت الميثود اللي اسمها ايه؟ تيك داون حصل لها ايه؟ كود. طب انت مثلا لو عايز تعمل كيل برضه للايجنت عن طريق الكود انت ممكن تنادي ميثود اسمها دو ديليت. دو ديليت. يعني الحاجات اللي كانت موجوده على الجي او اي دي انت ممكن تعملها برضه فين؟ في الكود. سيرش بسيط بس هيقول لك الحاجه دي ممكن تتعمل ازاي. طيب عملها دلوقتي الدو ديليت. الدو ديليت يبقى الفلوت شارت بتاع البرنامج كده السيت اب ميثود هيحصل لها كول ويطبع لك الثلاث جمل دول وبعد كده يعمل لك كيل للايجنت. واول ما يحصل كيل للايجنت المفروض ان الرساله دي هتنطبق. طيب هنعمل برضه شوت داون الانفايرمنت عشان التغييرات اللي حصلت ونروح بعد كده نشغل انفايرمنت مره ثانيه. شايفين ايه اللي حصل؟ اول حاجه طلع لك الثلاث جمل اللي كانت موجوده في السيت اب. بعد كده انت عملت ديليت، عملت كيل يعني للايجنت، فعلشان كده في ميثود اسمها ايه؟ ايجنت كيل حصل لها كول، او الميثود اسمها تيك داون حصل لها كول وطلعت المسج اللي هي ايجنت كيل. طيب لغايه دلوقتي حاجه كويسه قوي، عايزين نضيف دلوقتي بقى بيهيفير في الايجنت. عايزين نضيف بيهيفير في الايجنت. البيهيفيرز دي هي اللي بتقول الايجنت ده دوره ايه يعني في الانفايرمنت. والبيهيفيرز دايما بتنضاف جوه ايه؟ جوه السيت اب. جوه السيت اب انت بتضيف البيهيفيرز بتاعت الايجنت. طيب لو احنا عايزين نعمل بيهيفير فاحنا هنستخدم الباكج اللي اسمها جاد دوت كود دوت بيهيفير. استخدمنا قبل كده الجاد دوت كود كان فيها الايجنت كلاس والاي اي دي كلاس. دلوقتي هنستخدم الجاد دوت كود دوت بيهيفيرز بيكون جواها بقى البيهيفير كلاس اللي احنا ممكن نستخدمه عشان نضيف بيهيفير داخل الايجنت. طيب البيهيفير ده بيعتبر كلاس جديد. يبقى في كلاس عندك للايجنت وفي كلاس عندك للبيهيفير وبعد كده تقول لي ان الكلاس اللي فيه الايجنت ده هيتربط بالكلاس اللي فيه البيهيفير. فاول حاجه هنعملها هنعمل كلاس جديد جوه الباكج اسمها جاد ابلكيشن نيو بعد كده ايه جافا كلاس. هنكتب دلوقتي اسم كلاس اللي هو ايجنت بيهيفير ونخلي بالنا يا جماعه ان البيهيفير دي فيها يو في الاخر يعني قبل في الحرف اللي قبل الاخير في يو. السبيلنج بتاعها مش بي اتش اي في اي او ار لا في يو يعني في الاخر عشان الحاجة دي ممكن تتلخبط حد. بعد كده فينش. عملنا برضو كلاس جديد. الكلاس ده عايزين نخليه بيهيفير. لو احنا عايزين نخلي كلاس ايجنت هنعمل اكستند للايجنت. وعايزين نعمل كلاس بيهيفير هنعمل اكستند للبيهيفير. بنعمل اكستند. طبعا احنا عايزين نعمل اكستند لحاجة اسمها ايه؟ بيهيفير. طيب هنعمل بعد كده امبورت للجاد دوت كور دوت بيهيفير دوت بيهيفير. يبقى الباكج بيهيفير انما كلاس بيهيفير ماشي مفرد. يعني الايجنت بيهيفير ده هتلاقيه ان فيه ايرور تحت اسم الكلاس اللي انت عامله. ليه بقى؟ بيقول لك انت في مجموعه من الابستراكت ميثودز انت ما عملتلهاش ايه اوفر رايت. بيخلي بالنا ان البيهيفير كلاس ده يعتبر ابستراكت كلاس، هو بيعمل لك التمبلت اللي انت تعمل من خلاله بيهيفير، انما بيهيفير مش موجود، انت لازم تعمل له كرييت بايه. في بعض كلاسز بعد كده هنشوفها بيكون فيها بيهيفيرز جاهزه. البيهيفير كلاس ده بيكون ما فيش حاجه فيه جاهزه يعني. في كلاسز بعد كده هنشوفها انت بتستخدم البيهيفير اللي معمول قبل كده. طيب انا ممكن اعمل لك دلوقتي الت وانتر هيقول لك امبلمنت اول ابستراكت ميثودز. هنشيل بقى الكود اللي كان موجود فيها ده اصلا
وهكذا برضو بالنسبه للميثود الثانيه الانضاف. نشوف هل في ميثود ثانيه موجوده غير الاكشن والانضم؟ لا. يبقى احنا ضفينا دلوقتي اثنين ميثود، ميثود اسمها اكشن وميثود اسمها ايه؟ ضم. بصوا هو البيهيفير ده انك بتعمل حاجه والحاجه دي ممكن تتكرر اكتر من مره. ماشي؟ بتعمل اكشن معين والاكشن ده ممكن يتكرر اكتر من مره. طب انا اقول لك امتى بقى ان الاكشن بتاعك خلص؟ من خلال الضم. الضم دي بترجع لك ده طيب من نوع بوليان. لو رجعت ترو معنى كده ان البيهيفير بتاعك خلص، تخلصت الوظيفه اللي مطلوبه منك. لو رجعت فولس لا، ده الاكشن بتاعك لسه ما خلصش، انت المفروض تروح تنفذه مره ثانيه. يعني مثلا لو احنا عندنا عايزين نرجع ناتج بيساوي 5 من خلال ان اجمع واحد، 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. يبقى اعمل لك دلوقتي في الاكشن اكس مثلا بيساوي 1 4 في كلاس، بعد كده اكس بيساوي اكس بلس 1. يبقى الاكس دلوقتي بقت بتساوي 2. طبيعي بتساوي 2، مش ال 2 دي اقل من 5 لسه؟ يبقى علشان كده احنا المفروض الضم ترجع لك ايه؟ فولس. هتزودها الاكس بعد كده تساوي 3، الضم برضه المفروض ترجع لك فولس، بقت 4 بقت 5. اول ما تساوي 5 يبقى المفروض الضم دي ترجع لك ايه؟ ترو. انت البيهيفير بتاعك خلص دلوقتي وانت قمت بالوظيفه اللي كانت مطلوبه منك. لو رجعت فولس هيرجع تاني للاكشن. هيرجع تاني لوحده. هو في هنشوفها برضو في الدوكيومنتيشن اللي موجوده او في التوتوريال اللي موجوده في الجاد دي. ان انت عندك اكشن بول او بيهيفير بول يعني بتاخد منه اكشن تنفذه. بعد كده الاكشن ده لما يتنفذ ولسه ما خلصش هينزل في اخر الكيو. بعد كده تاخد الاكشن اللي عليه الدور او البيهيفير اللي عليه الدور كده. طيب الاكشن اللي احنا عايزين ننفذه بقى وليكن مثلا عايزين نطبع جمله دلوقتي سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. قول مثلا هنا ايه؟ بيهيفير. طيب الضم عايزين مثلا نرجح فيها ايه؟ خليها ترو في البدايه. ترو. رجحت دلوقتي ايه؟ ترو. معنى كده ان هو اللي هيحصل الاكشن دي هتتنادى مره واحده بس وبعد كده البيهيفير هيخلص. نرجع بعد كده للماي ايجنت واحد واحنا عايزين بقى ايه؟ اول حاجه نضيف البيهيفير وبعد كده ايه؟ نعمل ران للجار انفايرمنت. مش هعمل ديليت دلوقتي، مش عايز اعمل ديليت، انا عايز اخليه موجود. بعد كده اقول لك عايز تعمل بيهيفير فاخد لي انستنس من البيهيفير كلاس. او ممكن نعملها بشكل عمومي ماسكين. ان انا اقول لك ايه؟ هنا مثلا اد بيهيفير، ميثود اسمها اد بيهيفير موجوده جوه ايه؟ الايجنت كلاس. البيهيفير ده انت عايز تضيفه فاقول لك نيو ايجنت ايجنت بيهيفير اللي انا كنت لسه عامله قبل كده. انضاف لي دلوقتي ايه؟ البيهيفير بتاع الايجنت. يبقى الايجنت لما يحصل له ران ايه اللي هيحصل؟ السيتر هيدخل جوه السيتر. بعد كده يعمل برنت لمثلا اللوكال نيم والجلوبال نيم. وبعد كده اضيف البيهيفير دي. البيهيفير دي اول ما يدخل جواها الاكشن ميثود هيحصل لها كول. الاكشن ميثود هيحصل لها كول. هيطبع برنت لكلمه بيهيف دي. بعد كده لما يخلص الاكشن ميثود هيرجع تاني للضم. يشوف الضم رجعت ترو ولا فولس. لو رجعت ترو يبقى الاكشن بتاعه خلص. وتشيل البيهيفير ده خالص. تعمله ديليت. لو رجعت فولس يبقى انت هترجع تاني تعمل ايه؟ كول للبيهيفير. طيب هنعمل سيف للايجنت وبعد كده هنعمل ستوب للجاد انفايرمنت. نعمل ران تاني ليها. ايه اللي حصل دلوقتي؟ الايجنت ده انضاف اللي هو تيست. تيست اول ما انضاف راح عمل لك كول للسيت اب ميثود. السيت اب ميثود طلعت لك اللوكال نيم والجلوبال نيم. بعد كده السيت اب ميثود عملت اضافه للبيهيفير داخل الكلاس. البيهيفير ده لما انضاف راح للاكشن ميثود طلع لك المسج. بعد ما طلع المسج راح عمل تشيك على الضم. الضم رجعت ايه؟ رجعت ترو. يبقى خلاص البيهيفير بتاعك خلص مش هتنفذه مره ثانيه. طيب لو دلوقتي بقى رجعنا فولس داخل البيهيفير
يعني الضال دي بدل ما ترجع true رجعت ايه false. نعمل save. بعد كده البيهيفير هتنيه شغال على طول. يبقى البيهيفير دلوقتي تنيه شغال ايه على طول. ممكن اعمل لك بقى ستوب الانفايرمنت دي. يبقى انت عملت حاجه اسمها سايكل بيهيفير موجوده في الجاد. سايكل بيهيفير دايما بشكل كده ايه سايكليك بتنيها تشتغل على طول ما توقفش. طيب نتخيل دلوقتي ان انا مثلا عايز اعمل لك اكتر من بيهيفير لنفس الايجنت، فنعملها ازاي؟ عايز بس اضيف اختلاف ما بين كل بيهيفير بضيفه للبيهيفير الثاني، دلوقتي كل حاجه بتكون ستاتيك قدامي. فعشان كده ممكن ادخل لك جوه البيهيفير كلاس ده هنعمل لك كونستراكتور. بعد كده هنعمله طبعا بنفس اسم الكلاس ايجنت بيهيفير. بعد كده الكونستراكتور ده هيشيل لك سترينج مسج يحصل لها ايه طباع. المسج دي ممكن اخزنها فوق في سترينج فاريبل وهنا اقول لك this dot message هيساوي مسج. بعد كده تحت في الاكشن مش تطبع لي بقى البيهيفير، لا اطبع لي المسج. تمام كده؟ ونخلي بالنا ان انا عامل الريتيرن فاليو بتاعت الدال فولس. فاحنا ازاي بقى اتنين بيهيفيرز هيشتغلوا مع بعض؟ نروح لماي ايجنت واحد هيطلع لك مثلا هيطلع لك طبعا ايرور. لانك دلوقتي ما قلتلوش الكونستراكتور ده البارامتر اللي فيه هيكون الطاقه بتاعته ايه؟ يبقى دلوقتي طلعنا ايرور لان الكونستراكتور المفروض بيستقبل ام، انت ما ادتلوش القيمه بتاعت الانبوت دي. فعلشان كده هدي لك قيمه مثلا هنا ايجنت واحد او بيهيفير واحد بدل ايجنت واحد دي. بي واحد مثلا. وهنا يكون برضو بي بس اثنين. ونعمل سيف للحاجه دي نروح مره ثانيه نعمل ايه؟ ران للانفايرمنت. شايفين ايه اللي حصل بقى؟ نعمل دلوقتي ستوب بس. طلع لك بي 1 بي 2 بي 1 بي 2 وهكذا بقى في فانايت لوب. ايه اللي بيحصل؟ انت ضفت اول حاجه البي 1 بعد كده البي 2 هيتعمل عندك يو، اول حاجه هتدخل فيه هي البي 1 واللي بعدها البي 2. البي 1 هتتنفذ الاول لان اول حاجه دخلت. وبعد ما تتنفذ الريتيرن فاليو بتاعها بتاعت دون كان ترو ولا فولس؟ كان فولس. يبقى هتتنفذ تاني. بس هتتنفذ تاني امتى؟ لما كل البيهيفيرز عليهم الدور يخلصوا. فالبيهيفير ده هيجي من هو بدل ما كان في البدايه هيرجع تاني للنهايه. والبيهيفير اللي عليه الدور يحصل له اكسكيوشن. لو رجع ترو هيتشال، لو ما رجعش ترو رجع فولس، المفروض ان هو هيرجع تاني يبقى اخر اليمنت في الكيو او اخر بيهيفير يعني في الكيو. طب هقول لكم حاجه يا جماعه. لو رحت مثلا في الاد بيهيفير ده وقلت لك هنا الاكشن بتاعته هتكون عباره عن فور بالشكل ده، ايه اللي هيحصل بقى؟ هي بتقول اول واحد بس هو اللي هيتنفذ، البي واحد بس هو اللي هيتنفذ. مش هيتنفذ ليه؟ مش هيطلع من اللوب، هيتنيه في اللوب دي دايما. دي انفاينايت لوب، مش احنا بنقول ان الاكشن مش هيتنفذ لبيهيفير، اول بيهيفير هيتنفذ هو البي واحد، لانك هو ده اول بيهيفير انت حاطه جوه السيتو. عملت ريجستريشن ليه اول في الاول. بعد كده البيهيفير دي هتنادي الاكشن، الاكشن هيتنفذ، بعد ما الاكشن يتنفذ ويطلع منه يشوف البيهيفيرز اللي بعده. طب الاكشن دي انت مش هتطلع منها خالص، لان دي انفاينايت لوب. هنجرب برضو تاني. او بي واحد بس. بي واحد بس هي اللي بتطلع. فنخلي بالنا بقى من ايه؟ الحاجات دي. يعني ممكن يكون عندي بيهيفير
ما بيخلصش خالص او اكشن ما بتخلصش خالص بالشكل ده، هيتنيها على طول داخل الاكشن اللي موجود، مش هيعمل سبب لاي بيهيفير تاني. طيب نبص بقى على الفلو شارت ده، بيقول لك ايه اول حاجه انت تعمل سيتر. اول حاجه انت تعمل سيتر يعني اهو تعمل سيتر للايجنت. بعد كده هو السيتر دي حصل كل الايجنت، يعني بعد ما تخلص سيتر كلها انت عملت كل الايجنت استخدمت يعني انت بدعيت تو دي ميثود. لا بالشكل ده هيقول لك يجيب لك البيهيفير اللي عليه الدور من ايه؟ من البيهيفير كود. بعد كده يعمل لك اكسكيوشن الاكشن موسم بتاعك. لو بعد ما الاكشن دي تنفذ هيعمل تشيك عليك في الدان ميسود. الدان ميسود دي رجعت لك ايه؟ رجعت لك ترو، يبقى انت تعمل ريموف للبيهيفير ده من البيهيفير كود. طيب لو الدان دي رجعت لك فولس، نو دي يعني ايه؟ دي رجعت فولس. هيطلع كود تاني يجيب لك ايه؟ البيهيفير اللي عليه صور من الايشن. لو الايشن ده ما كانش حصل له كده، لو الايشن حصل له كده هتعمل ايه؟ تيك داون الايشن بتاعته تناديها في الاخر، وبعد كده يكون الايشن بالنسبه لك ايه؟ فالتوتوريال دي فيها امثله كويسه. لاول حاجه انت هتعمل ايه؟ فهو البيهيفير كلاس ده هنعمل له اكستنت. بعد كده هنعمل امبلمنت الاكشن ميثود، وبعد كده برضه للدان، وتحط المحتوى بتاعهم بقى على حسب الحاجه اللي انت عايز تنفذها. في مجموعه من الديفولت بيهيفيرز اللي موجوده داخل الجاد اللي انت ممكن تستخدمها. البيهيفير اللي فوق ده اللي هو بيهيفير كلاس بس، ده يعتبر جينيريك بيهيفير، انت ممكن تعمل له امبلمنت زي ما انت عايز. في مجموعه من البيهيفير انت ممكن ما تغيرهاش، لا انت تستخدمها زي ما هي لو انت عايز الحاجه اللي هي بتقدمها. فاول حاجه الوان شوت بيهيفير. الوان شوت بيهيفير، الوان شوت يعني انت هتنفذ حاجه مره واحده وبعد كده ايه؟ تتشال. الحاجه دي احنا ممكن نعملها وعملناها اصلا. يعني لما تنفذ الحاجه مع يعني لما تعمل لي كل الاكشن ميثود مره واحده وبعد كده تعمل لي ديليت ليه، يبقى هو عباره عن اكشن وضم، والضم بترجع لك ترو على طول. ده وان شوت بيهيفير. الوان شوت بيهيفير ده بيكون معناه ايه؟ ان هو بينفذ لك حاجه مره واحده وبعد كده ايه؟ يشيل. طب الحاجه لما تنفذ مره واحده وتتشال معنى كده ان الضم ميثود بترجع لك ايه؟ ترو. سايكل بيهيفير بيدخل في ايه؟ في انفانايت سايكل كده، يعني انت ما بتقفش فيه خالص. طب لما انت تعمل بيهيفير ما يقفش خالص معنى كده ايه؟ الاكشن حطها زي ما انت عايز بس ما تحطش فيها انفانايت لوب بس. والضم بدل ما هي بترجع ترو لا هترجع فولس على طول، دي انكونديشنال بقى ما تتغيرش بناء على شرط، يعني دايما بتكون ايه؟ فولس. طيب احنا ممكن برضو نستخدم الجينيريك بيهيفير عشان يطبق لي اكشن احنا عايزينه، اللي هو ايه بقى؟ تخيل دلوقتي ان انت مثلا عايز تنفذ اكشنز مختلفه، او عايز تنفذ البيهيفير ده ثلاث مرات بس كل مره تنفذ فيه اكشن مختلف، فتعملها ازاي؟ هتعمل لي ستيب بتساوي زيرو. لما الستيب بتساوي زيرو جوه الاكشن هتعمل لي سويتش كيس زيرو يعمل لي حاجه معينه. طيب بعد كده في الاكشن اللي بعده بنفس البيهيفير هتلاقي ان الستيب بتاعتك بتساوي واحد، لما انت زودتها هنا عملت ستيب بلس بلس، بعد كده بقت بتساوي واحد هتنفذ لي اكشن تاني، ولما انت تزود لي برضه الواحد ده يبقى اثنين في المره الثالثه هتعمل لي ايه؟ بيرفورم الاوبريشن مختلف. وفي الاخر في الضم بقى هتقف امتى؟ لما الستيب بتاعك بيساوي ثلاثه، يعني انت بعد ما يكون الستيب بتاعتك بتساوي اثنين وتنفذ اخر كيس موجوده في السويتش الستيب هتساوي ثلاثة. في الضم لما الستيب بتساوي ثلاثة هيرجع لك ترو، وترو دي معناها انك تتوقف البيهيفير خلاص. ماشي؟ في مجموعة من البيهيفيرز بقى يعني ايه؟ مفيدة. احنا هنستفيد بيها.
بس نخلي بالنا يا جماعه ان انا في السايكليك بيهافير والوان شوت بيهافير انا ما كنتش بعمل امبلمنت للدار ميزو، هي اصلا اوريدي امبلمنتد. واحده الوان شوت بترجع ترو على طول، والسايكليك بترجع لك فولس على طول، مش محتاج انك تغيرها. بالنسبه بقى الاثنين بيهافيرز تانيين، اول حاجه اسمه ايه؟ ووكر بيهافير. الووكر بيهافير ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك تنفيذ لعمليه بس بعد وقت معين انت بتحدده. يبقى بعد الوقت ده ما يعدي اللي هو 10,000 ملي سكند هيعمل لك تنفيذ للحاجه اللي جوه ايه؟ هاندل اليبس تايم اوت ميثود دي. طيب طب انا دلوقتي الحاجه دي هتتنفذ مره واحده بعد تايم معين. لو انا عايز بقى حاجه تتنفذ بس مش على طول، يعني عايزها ايه؟ تنفذ مثلا كل 5 ثواني. فنستخدم التيكر بيهيفير. التيكر بيهيفير بيعمل لك كول للبيهيفير ده ويعمل لك تنفيذ ليه بعد كل وقت انت بتحدده. ماشي؟ انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز مثلا اعمل لك بيهيفير مش دايما يكون شغال، لا عايزه مثلا يشتغل كل 5 ثواني. عايز تعمل تشيك مثلا على المسجز اللي بتجيلك، مش لازم بقى تقعد تعمل تشيك كل شويه، لا انت ممكن كل مثلا 5 ثواني تعمل تشيك على المسجز اللي جايه. ماشي؟ طيب بالنسبه للمسجز بقى اللي موجوده في الجاد، المسجنج اللي هو الجاد مسج باسنج، لو عندي دلوقتي ايجنت واحد وايجنت واحد عايز يبعت مسج لايجنت اثنين، ايه اللي هيحصل؟ ايجنت واحد هيعمل البريبير للمسج دي اللي هيبعتها لايجنت اثنين، بعد كده عشان يبعتها لايجنت اثنين ايه اللي هيحصل؟ فقط هيعمل لك سند للمسج دي داخل الران تايم انفايرمنت الخاصه بالجاد. الجاد مسؤول بقى ان هو يعرف الايجنت ده هيوصل له ازاي، بعد كده يبعت له المسج. المسج دي هتتحط في كيو، بعد كده ايه اتنين بياخد مسج باي مسج من الكيو دي. فاحنا عايزين بقى نشوف ازاي احنا ممكن نعمل مسج اولا، يعني نعمل سند المسج ازاي من ايجنت وهيكون السندر، وبعد كده نعمل ريسيف لمسج ازاي في ايجنت تاني اللي هو يكون بالنسبه لي الريسيف. لو عايز اعمل مسج، المسج دي ايه الفيلدز اللي موجوده فيها؟ اول حاجه ممكن تحط لي سندر، يعني انت اللي بتبعت المسج انت ممكن تقول مثلا السندر هو كذا، تحط معلومات عنه. الحاجه دي مثلا مش لازم، مش حاجه ضروريه، بس حتى لو انت ما حطيتهاش عند الريسيفر انت هتعرف مين الايجنت اللي بعت لك الرساله. طيب ممكن دلوقتي تحط لي الليست اوف ريسيفرز، ومش لازم ريسيفر واحد، ممكن يكون في اكتر من ريسيفر. بعد كده المسج انتنشن اور بيرفورماتيف، الانتنشن بتاعتك من ارسال الرساله دي هي ايه؟ انت عايز تبعت الرساله دي ليه يعني؟ عايز مثلا تعمل ريكوست لحاجه معينه تتعمل تتنفذ عند الايجنت، ولا عايز تعمل له انفورم بحاجه بس وخلاص يعني؟ عايز مثلا تعمل كويري اف، كويري اف ايه بقى؟ انت بتدي له كونديشن، لو الكونديشن ده اتحقق يرجع لك ناتج، لو ما اتحققش ما ترجعش حاجه. وممكن برضو انك تعمل نيجوشيشن ما بينك وما بين الايجنت التاني. على سبيل المثال في البوك سيلر، المثال اللي موجود في التوتوريال بتاعه الجاد، لو انت عندك مثلا الايجنت ده بيبيع كتاب ب 1 دولار، انت ممكن مثلا تقول له ايه اوفر، انا ممكن اشتري منك 100 كتاب بس ما اشتريهمش مثلا ب 100 دولار، لا اشتريهم مثلا ب 90 دولار. هل انت موافق؟ فانت بتعمل بروبوز. الريسيفر ممكن دلوقتي يعمل لك اكسبت البروبوزال، فانت تكمل على اساس الاكسبشن ده. وممكن برضو انه يعمل لك ايه؟ ريجكت البروبوزال، فبالشكل ده تقفل خالص المسج اللي كانت ايه؟ بتنبعت. بس المينيمم فيز اللي احنا لازم نحطها يعني هي المسج انتنشن والريسيفر والكونتنت. الكونتنت بتاعت المسج، احنا نسينا نقول الكونتنت. بص الكونتنت دي بيكون ايه؟ انت مثلا عايز تعمل ريكوست للايجنت ده يقوم بوظيفه معينه، فانت تقول له بقى اي وظيفه انت عايزها. ممكن دلوقتي تقول له المسج ريكوست، وجوه الكونتنت بتاع المسج انت عايز تعمل ريكوست لايه؟ ماشي؟ يكون في فورمات يعني الاثنين ايجنتس دول بيكونوا عارفين. فمثلا لو ده بعت لك
ام 1 معناه مثلا اعمل لي تنفيذ للميثود رقم 1، واخدين بالكم؟ والكونتنت لانجويج انت ممكن تقول اللغه اللي انت باعت بيها ايه المحتوى بتاع المسج، لو حاجه ايه هتكون مفيده بالنسبه لك. على سبيل المثال بروجكت مثلا ممكن انك تعمل ايجنت ترانسليتور، والايجنت ده بيجي له اكتر من تكست يعني من ايجنت تانيين عايزين يترجموا الحاجه دي، فانت هترجمها على اي اساس؟ هتقول مثلا انت عايز تعمل ريكوست، ده المسج انتنشن بتاعتك، وبعد كده اللانجوج هي اللانجوج اللي موجود فيها ايه الرساله اللي انبعتت، الكونتنت مثلا انت بعته بالانجليزي هتكتب له مثلا اي ان. طب انت مثلا عايز تعمل ايه ترجمه للحاجه دي بلغه ثانيه، فانت تتفق بقى ازاي انت تبعت اللغه اللي انت مثلا عايز تترجم التكست ده ليها، والريسيفر بعد كده يبعت لك ايه الناتج. بعد مثلا ما الايجنت بتاعك بعت له نص، كل ما النص يكون كبير على عدد الحروف الموجود فيه او على عدد الكلمات الموجود فيه هيكون التكلفه، فالايجنت هتبعت له اولا بروبوزال مثلا تقول له انا عندي النص ده عايز اترجمه وادفع لك 10 دولار هناك هيوافق ولا لا؟ لو رفض خلاص يبقى انت ممكن مثلا تعمل له اوفر تاني، لو وافق التاني هيترجمه بعد كده يبعته مره تاني، واخدين بالكم؟ وبعد ما ينبعت تبعت له الفلوس. ماشي؟ بروجكت يعني موجود. طب احنا عايزين نعمل سند المسج بقى، هنستخدم باكج جديده اسمها جاد بتلانج دوت كور، هيكون فيها كلاس اسمه اي سي ال مسج. الاي سي ال مسج ده عايز من خلاله احط الثلاثه فيلز اللي احنا قلنا عايزين ايه نخليهم في كل مسج. اول حاجه الانتنشن او البرفورمات بتاع المسج نحطها ازاي؟ الانتنشن انا ممكن احطها جوه الكونستراكتور بتاع ايه الكلاس اللي هو الاي سي ال مسج، زي هنا مثلا عملت اي سي ال مسج اوبجكت اي سي ال بيساوي نيو اي سي ال مسج وبيستقبل الانتنشن من ارسال المسج دي. طيب في نفس الوقت انت ممكن تحط لي الانتنشن دي عن طريق ميثود اسمها سيت بيرفورماتيف. طيب عايز بعد كده تضيف لي ريسيفر، هتضيف ريسيفر ازاي؟ عن طريق الميثود اسمها اد ريسيفر. عايز بعد كده تضيف كونتنت داخل المسج، الكونتنت ده ينضاف ازاي؟ عن طريق سيت كونتنت مسج. فهو الميثودز اللي فيه بسيطه يعني. فاحنا عايزين بقى نبعت المسج دي، اول حاجه هروح لك مثلا في الايجنت اللي هو اسمه نيو كلاس، او نفتح مثلا هنا فيرست ايجنت وما ايجنت واحد، فيرست ايجنت وما ايجنت واحد. طيب الكلاس اللي هو اسمه فيرست ايجنت ده المفروض بالنسبه لي هيكون السندر. طب هو هيكون السندر لازم اعمل اولا امبورت للباكج اللي موجود فيها ايه الـ ACL Message Class، بقول لك جاد دوت لانج دوت ACL دوت ACL Message. بعد كده جوه الكلاس ده او جوه السيت اب بقى بتاعت الـ Agent اخد لك Instance من ACL Message Class بـ ACL مثلا واحد هيساوي New ACL Message، والاي سي ال مسج دي انا ممكن اقول لك دلوقتي الانتنشن من ارسالها هي هتكون ايه؟ هي بكل كل واحده كود، بس احنا مش لازم نحفظ الكود، احنا ممكن نعملها ايه؟ بشكل ايه؟ تكست كده، فاقول لك اي سي ال مسج دوت دوت ايه بقى؟ دوت مثلا انفورم، انا عايز اعمل له انفورم حاجه مش لازم ان هو ياخد اكشن على اساسها. بعد كده الاي سي ال واحد دوت دوت ايه بقى؟ هتقول لي اول حاجه اد ريسيفر. طب الريسيفر ده احنا هنضيفه ازاي بقى؟ هنضيفه عن طريق الاي اي دي كلاس. الاي اي دي كلاس اولا بياخد لك اسم الايجنت اللي انت عايز تبعته، وليكن الايجنت اللي انا عايز ابعته ده اسمه ايه تيست او تيست واحد او ايجنت واحد، انا مثلا ايه واحد. وبعد كده الاسم ده هل هو اللوكال نيم ولا جلوبال نيم؟ هيكون اللوكال نيم، فانا عايز اقول له ان هو ده اللوكال نيم عن طريق الاي اي دي دوت از لوكال نيم. طيب الاي سي ال واحد برضه بعد ما انا حطيت الانتنشن
وبعد ما انا حطيت الريسيفر عايز احط فيه الكونتنت sn1.set content المحتوى بتاع المسج مثلا ايه هالو agent. وبعد ما تخلص المسج دي ما تنساش تعمل ايه سند، فتقولي دلوقتي سند لايه سي ال 1. فده الكود اللي انت محتاجه عشان تعمل ايه ارسال رساله من ايجنت لايجنت تاني. اول حاجه تعمل لي المسج نفسها، بعد كده المسج دي تعمل فيها فيل بقى للمحتوى اللي احنا عايزينه. اول حاجه اد ريسيفر والانتنشن الموجوده في الكونستراكتور بتاعه، بعد كده الكونتنت، بعد كده نعمل ارسال الرساله. فالايجنت ده عشان يستلم الرساله هو مش عارف الرساله هتجيله امتى، ماشي؟ فعشان كده المفروض تتخلى بهيفير، البيهيفير ده يكون سايكليك على طول شغال، على طول شغال، اول ما الرساله تجيله يرد على طول. علشان دلوقتي يا جماعه اعمل لك عشان اعمل لك استقبال يعني للرساله، ده الكود اللي احنا هنستخدمه. اولا انت هتعمل امبورت الاثنين كلاسز دول اللي هو السايكليك بيهيفير والاي سي ال بيهيفير والاي سي ال مسج، هتعمل لي اكستند للسايكليك بيهيفير. يبقى هناك كده اول حاجه هنعملها في البيهيفير ده ان هو بدل ما يكون بيهيفير لا هيكون سايكليك بيهيفير. نغير برضو ايه البيهيفير ده نخليه ايه سايكليك. مش عايزين طبعا ايه نحط الحاجات دي دلوقتي، وطالما هو سايكليك دلوقتي مش محتاجين ان احنا نعمل ايه امبلمنت للضم، لان الضم دي هي اساسا موجوده فيه ومش محتاج انك تغيرها. طيب هنا بقى اول حاجه تعملها هتستخدم الاي سي ال مسج كلاس مسج هيساوي ايه؟ هيساوي المفروض ان الايجنت استلم مسج. طب انا اعرف منين بقى ان في مسج جات له يعني، او استقبل المسج اللي هي جات له دي ازاي؟ فعشان كده هقول لك جيت مثلا ايجنت، هات لي الايجنت اللي البيهيفير ده مربوط بيه او اللي هو نادى البيهيفير ده دلوقتي دوت دوت ريسيف. هيعمل لك ريسيف للمسج. طب المسج دي ممكن تكون نل، يعني ما فيش حد بعت لك حاجه دلوقتي، علشان كده انت تعمل لي اف ان المسج لا تساوي نل. اشتغل بقى عليها هنا. هنعمل برنت للمسج دوت كونتنت get content. تمام كده؟ طيب يبقى انت دلوقتي جبت لي مثلا الكونتنت بتاعت المسج. انس بقى لو مثلا ما فيش رساله جات له دلوقتي انا ممكن اعمل له بلوك، بس خلينا بس نشتغل عليه دلوقتي بالشكل ده. يبقى بس نخلي بالنا بقى ان البيهيفير ده ما بقاش ان هو يعمل برنت بقى، لا ده بقى بيستقبل الرسائل اللي جايه للايجنت. طيب السندر بتاعك هو الفيرست ايجنت، طب السندر ده معتمد على حاجه، معتمد ان الايجنت اللي انت هتخليه يستقبل الرساله اسمه ايه؟ ايه واحد. فعلشان كده لما اعمل لك الايجنت اللي هيستقبل الرساله لازم يكون الاسم بتاعه ايه؟ ايه واحد. فنعمل رام بقى من هنا ونمشي خطوه خطوه كده. رام هنختار طبعا الكونتينر، ادي المين كونتينر، بعد كده اعمل لك ستارت نيو ايجنت. طب الايجنت اللي نبداه الاول هو بقى اول اللي هيستقبل ولا اللي هيبعت؟ اللي هيبعت، ما هو اللي هيبعت هيبعتها في السيت اب، والسيت اب بتبتدى مره واحده. فالمفروض ان احنا نعملها في الاستقبال. الايجنت اللي بيستقبل الرساله هيدخل الفاينايت لوب، حتى لو انا اتاخرت شويه على ما اعمل ايجنت سندر هو داخل الفاينايت لوب. ولو انا ما بعتش خلاص مش هيعمل حاجه، واخدين بالكم؟ هو بيعمل تشيك لو المسج كانت بتساوي نل ما بتدخلش في الايه. فاول حاجه اعمل لك الايجنت اللي هو ايه الريسيفر.
اللي هو ايه واحد، اللي هو واحد دلوقتي موجود في ايه، في ايجنت اسمه نيو كلاس صح؟ لا ده موجود في ماي ايجنت واحد، موجود في كلاس اللي اسمه ماي ايجنت واحد. بعد كده نعمل اوكي. اهو الايجنت ده اتعمل اللي هو ايه واحد، والايه واحد بطبع البيانات بتاعته اللي هو اللوكال نيم والجلوبال نيم زي ما عامل في السيت. بعد كده اعمل لك ستارت نيو ايجنت، بس لازم برضه ان انا اختار ايه المين كونتينر. ستارت نيو ايجنت، الايجنت الثاني اعمله اي اسم بقى. بعد كده هيكون اسمه فيرست ايجنت صح؟ يكون اسمه ايه؟ فيرست ايجنت. بعد كده نعمل ايه؟ اوكي. او شايفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي لما انا رحت في الايجنت اللي بيبعت طبع الرساله اللي هي فيرست ايجنت، وبعد كده عمل لك ايه؟ تجهيز للرساله اللي موجوده، عمل لك الريسيفر، وبعد كده حط لك الكونتنت بتاعها وعمل لك سيند. انا ممكن برضو اعمل لك رساله، يعني اقول لك ايه؟ سيند مسج، بس اختار الايجنت اللي هيستقبل، ايه واحد مش هو اللي هيستقبل الرساله؟ فاقول دلوقتي سيند مسج، او عرض دلوقتي الريسيفر هيكون ايه واحد. السندر بتاعه احنا ممكن نعمل سيت مثلا للسندر اللي هو ايه؟ الايجنت اللي هو 4 ايه ده؟ بعد كده الكونتنت حط لي اي كونتنت موجود بالشكل ده. بعد كده اقول في الاخر اوكي. اه الرساله انبعتت وطبعت ايه؟ المحتوى بتاعها. تمام كده يا جماعه؟ هل في اي مشكله؟ طيب جزء اخير بس، لو احنا عايزين نعمل ران لاكثر من ايجنت يعني في السي ان دي هنعملها ازاي؟ هتلاقي انت عندك ايجنت اوبشن اللي هو داش ايجنت اوبشن ده. الاوبشن ده يا جماعه ماشي؟ الاوبشن ده هيشيل لك بقى كل الايجنتس انت عايز تعملها ران. وليكن دلوقتي انا عايز اعمل ران لاول ايجنت اسمه ايجنت 2، ايجنت 2 موجود في الباكج دي واسمه نيو ايجنت 2. بعد كده عايز اعمل ايجنت كمان اللي هو ايجنت 1 موجود في كلاس اللي اسمه ايه؟ نيو ايجنت. ويحصل لك كرييت الاثنين ايجنتس دول عن طريق الكوماند بلوك. ففي اي مشكله؟